السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم أنس محمود. أول خبر لحلقة اليوم، اليوتيوب أخيرا صار يشغل فيديوهات بسرعة 60 فريم بالثانية. قبل ما كان يشغل إلا 30 فريم، وحتى كان لو رفعت فيديو 60 فريم بالثانية كان يضغط ال 30 فريم، لكن الحين صار يطلع 60 فريم زي ما هي. نزل فيديوهين ب 60 فريم، الأول جيم بلاي تايتن فول والثاني عرض الباتل فيلد هارد لاين، تقدروا تشوفوهم من الروابط اللي في الوصف. أعلنت سوني رسمياً عن بندل بلايستيشن 4 مع The Last of Us Remastered. البندل ذا في الغالب راح ينزل مع إطلاق اللعبة في 29 جولاي بسعر $430. اللعبة راح تشتغل بدقة 1080p وسرعة 60 فريم بالثانية بطور القصة والأونلاين حسب نوتي دوغ. وقالوا كمان إنهم تقريباً انتهوا من تطوير اللعبة، والحين هم جالسين يضبطوا فيها بعض الأشياء ويضيفوا لها بعض الأشياء اللي يحبها اللاعبين. إيش هي هذه الأشياء؟ الله أعلم. كشفت سوني عن لعبة ليتل بيج بلانت 3 في مؤتمرهم بـ E3، لكن مطور اللعبة ما كان واضح مين هو، فعشان كذا كثير من اللاعبين كانوا خايفين ان استوديو ميديا موليكيول اللي هو اسس السلسلة هذه ما يكون هو مطور اللعبة. اول شيء لان سوني ما قال من هو مطور اللعبة، وثاني شيء لان الاستوديو قال بنفسه انه ما راح يكون متواجد في E3 2014. بالاخير طلع مطور اللعبة الاساسي هو استوديو اسمه سومو ديجيتال، وراح يشتغل معهم ميديا موليكيول، لكن ما راح يكون هو الاستوديو الاساسي مثل ليتل بيج بلانت 1 و 2. نزلت واتش دوغز ونزل معها مستوى الجرافيكس حقها، بعد ما كنا متوقعين ان الجرافيكس حقها راح يكون مثل اللي انعرض في E3 على الاقل، لكنهم نزلوها على اساس انه ما يكون في فرق بين نسخة البي سي والكونسول. لكن واحد من اللاعبين قدر يسوي لها مود لنسخة البي سي وصار الجرافيكس فيها مثل اللي انعرض وقتها في E3، ولو بعد احسن ومع زيادة في السكان والمدينة صارت حية اكثر من كذا. المشكلة مو هنا، المشكلة ان اللي سواه اخونا الطيب مو انه جاب ملفات جديدة او عدل عليها، بس اللي سواه انه فعل ملفات قديمة موجودة في ملف اللعبة، وهذه الملفات هي نفسها الملفات اللي استخدموها في عرض E3 2012. ردت يوبيسوفت على هالكلام وقالوا انهم نزلوا مستوى الجرافيكس عشان تصير اللعبة مستقرة بزيادة حتى يتجنبوا الاخطاء اللي صارت معهم وهم يختبروها. طبعا نقدر نقول انهم وصلوا درجة الماستر في الكذب، لان اللعبة زاد استقرارها عند بعض اللاعبين اللي حملوه، خصوصا اللاعبين اللي يستخدمون الكروت الشاشة حقت الجيل السابع من انفيديا اللي 780 و770 وكذا. اللعبة باعت أكثر من 4 ملايين نسخة على كل المنصات، صراحة اللي يبغى يشتريها لا تفوت، ترى اللعبة خرافية. حقين البي سي راح تلقوا رابط الباتش في الوصف مع رابط الفيديو يقارن بين الباتش واللعبة الأصلية برضو في الوصف. نشرت بونجي قائمة التروفيات والإنجازات للعبة ديستني، التروفيات عددها 40 تروفي، تقدروا تشوفوهم من الرابط الموجود في الوصف، تدخل على الرابط وتنزل لتحت شوي وتحت تلاقوها كاملة. راح ينزل بيتا لعبة ديستني للي مسوين لها طلب مسبق في 17 جولاي لأصحاب البلايستيشن و 21 جولاي لأصحاب الإكس بوكس. اللي ينتظر الاكس بوكس 1 ينزل في السعودية رسميا يقدر يسوي له طلب مسبق من الحين من مكتبة جرير او اللولو هايبر ماركت او العاب طوكيو او اكسترا، اما عن طريق انك تدفع عربون 500 ريال، او تدفع سعر الجهاز كامل من الحين وبتاخذ الجهاز حقك في 5 سبتمبر. تقدر تاخذ نسخة الكنكت ب 2200 ريال، وتاخذ معاها فيفا 2015 وفورزا 5، او النسخة اللي بدون الكنكت ب 1750 ريال، يعني نفسها البلايستيشن 4 مع فيفا 15 وفورزا 5. الحزم هذه اللي مع الالعاب محدودة، وإذا خلصت هالحزم هذه راح تشتري الجهاز بنفس السعر بدون الألعاب، يعني الجهاز سعره الرسمي تقريبا نفس سعر البلايستيشن 4 للنسخة بدون الكنكت. قال جوب ستوفر اللي هو مدير العلاقات العامة في تلتيل جيمز ان الحلقة الرابعة من The Walking Dead Season 2 راح تنزل خلال الشهر هذا، وراح يكشفوا عن بعض التفاصيل خلال الأسابيع الجاية. ونشروا برضو صورتين للحلقة الخامسة والأخيرة ل The Wolf Among Us اللي اسمها Cry Wolf أو ابكي يا ذيب. الأولى طالع فيها صورة بيجبي وهو طالع على سيارة ومعصب، والثانية هي هذه طالع لنا فيها واحد ماسك مسدس. الحين ما أعلنوا عن تاريخ صدور لا هذه ولا هذه. راح نسوي جيفاوي على اللعبتين The Wolf Among Us و The Walking Dead Season 2 على ستيم على البي سي. كل اللي عليك حتى تشارك فيه هو انك تشترك في القناة وسوي لايك واكتب في الكومنت ايش اللعبة اللي تبغاها، ويكون كويس لو نشرت الفيديو على حسابك في تويتر او غيره. السحب راح يكون عشوائي من اللي في التعليقات، كل واحد واللعبة اللي يبغاها، والفائزين راح نعلن عنهم في فيديو منفصل بإذن الله.
هذا اللي كان عندنا لحلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك والسبسكرايب، وتكتبوا في الكومنت لو تبغوا تشاركوا في الجيف اوي. كان معاكم اخوكم انس محمود، ومع السلامة.